بارك اخواننا في مصر. انا سؤالي يعني الوزراء اللي مروا علينا، مدراء الهيئات الرياضيه او مدراء الهيئه الرياضيه اللي مروا علينا، رؤساء الحكومات اللي مروا علينا، يعني هل فلوس مصر اكثر من فلوس الكويت؟ لا أسد، كم سعر الصرف الدولار تقريبا؟ ما ادري والله، كم الدولار كم جنيه مصري والدينار كم دولار؟ والله ما ادري. هل فلوس اخواننا المصريين اكثر من فلوس الكويتيين مثلا؟ هل مسؤولين الرياضه في مصر افضل مسؤولين الرياضه في الكويت؟ اتكلم كعقليه، كاحترافيه، كتفكير، كعقل، كمخ، هل هم افضل من الكويتيين؟ هل مهندسينهم اللي يشرفون على الملاعب او على المنشآت الرياضيه افضل من الكويتيين؟ يعني عندهم تفكير احترافي، عندهم فهم بالرياضه وبالمنشآت اكثر من مهندسينا؟ هل الحرص على الشركات اللي تبي تنظم او تنشئ ملاعبهم اكثر من حرصنا احنا؟ يعني لمعلومه معالي سمو رئيس مجلس الوزراء، مدير هيئه الرياضه، وزير الشباب، رئيس اتحاد القدم، كلهم تدرون ان هذا الملعب منو مسوي؟ منو اللي مصمم الملعب؟ اللي مصمم ملعب يوفنتوس الجديد في مدينه تورين، راحوا حق الشركه اللي صممت الملعب قالوا لهم نبي ملعب حق مصر، حق العاصمه الاداريه، مو نفس الملعب، مو نفس التصميم، بس على الاقل ناس بانين ملعب، ناس بانين، مو ناس بانين مسرح تقول له تعال سوي ملعب، ناس بانين مدرسه تقول له تعال سوي ملعب. ها اخوان المصريين، انا ما اقول لك والله بعد والمصريين بعد احنا وايد نطنز، المصري تعرفون بعد ما يحتاج المصري يسوي له ملعب تحفه، واحنا اللي والله بس شاطرين. اخوان المصريين وبص حضرتك ما ادري شنو هذا اللي فالحين فيه، لكن نسوي مثلهم؟ لا وين، ما نسوي شوارعهم، شوف جسورهم، شوف اللي قاعد يسوونه بمصر الحين، شيء مفخره صراحه، شيء والله، شيء في المحل والله، لا بعد مشكلتنا بالكويت والله في المحل، والله مصر قاعد تصير شيء خيالي. العاصمة الجديدة، في شعبتين هناك 6 اكتوبر، اكو مجمع الخاص، متابعة المحاسبة.